بعض الناس يقول سوف أنذر لكي أفي بالنذر، لأن الله مدح الذين يفون بالنذر. مدحهم إذا نذروا، ما مدحهم أنهم ينذرون، ما قال أنهم ينذرون، قال يوفون بالنذر. يوفون يعني إذا نذروا وفوا، ولم يقل إنهم ينذرون، قال يوفون بالنذر، إذا حصل منهم نذر وفوا به، بخلاف الذين يأتون في آخر الزمان كما في الحديث أنهم ينذرون ولا يوفون. من صفات أناس يأتون في آخر الزمان أنهم ينذرون ولا يوفون. نعم.